ذاكرة الشروق ونذهب مباشرة الآن إلى الرياضة، ونسعد أن نرحب بعوض العبيد. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور يا حسام، ومرحبك يا حمزة، ومرحب بالمشاهدين. إن شاء الله يعني تكون إطلالة خفيفة ونستطيع أن نقدم ما يفيد. أهلا وسهلا. طيب، مباشرة نمشي لمباراة الهلال وأهلي مروي اللي فاز بها الهلال بهدفين دون رد. نعم، الهلال طبعا فاز 2-0، تصدر الممتاز بالتساوي مع أهلي شندي 13 نقطة لكل فريق، لأنه أهلي شندي أيضا أمس حقق نتيجة كبيرة جدا بالفوز على رابطة كوستي بخماسية. الهلال في رأيي مستوى في تصاعد منذ الخسارات التي أو الخسارة من نعم خسارتين من كلال كادوغلي ثم أهلي ثم أمل عضبرة ثم التعادل مع أهلي عضبرة بشق الأنفس. يعني دائما القمة لما تمر بمثل هذه الظروف دائما يعني حينما تنتكس، خلينا نقول دائما بتجي صحوه كده، لانه الانديه جماهيريه، يعني اي خساره بتكون عندها ردود فعل غير ايجابيه. انا في رايي الجهاز الفني لاهلي مريو او نادي اهلي مريو كان سبب في هزيمته، لانه المباراه لعبت مساء. دائما هلال المريخ ما متعودين يلعبوا في 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 المساء، يعني هلال المريخ دائما تواجه مشكله في اللعب في الفتره يعني عصرا. لاحظنا المساله دي، اهلي شنو تخيلت دي هي الفرصه انه يفوز، لانه هلال متعود على اللعب في الأجواء الليلية. والمباراة أنا شاهدت المباراة ما كانت بالصورة المطلوبة صراحة. شكل الهلال خلينا نقول أبدا ما مطمن، نكون واضحين بالنسبة للفريق، ينوي إنه يلعب في مجموعات الأبطال أمام فرق ذات عيار ثقيل زي الأهلي المصري والنجم الساحلي يا حسام. يعني أكيد في فرق كبير بين الفرق اللي احنا وحتى بلاتينيوم وزيمبابوي. يعني نعم، اللي أنا بلاتينيوم هو الآن حديث حول إنه بلاتينيوم زيمبابوي ليس بالفريق الخطر، ولكن هذا الأمر احنا يعني الآن بالنسبة للهلال بلاتينيوم هو كتاب مقفول. يعني ما احنا ما عندنا معلومات أو الجهاز الفني ما عنده معلومات كافية عن الفريق، ولكن ربما يأتي ويكون مفاجأة المجموعة زي ما كل مرة بيحصل. يعني فبالتالي الهلال أنا في رأيي محتاج إلى مراجعات من الجهاز الفني. الهلال لم يقدم المستوى المطلوب، ولكن في النهاية فاز، وده حقيقة بيدينا مؤشر صراحة غير جيد إنه الدوري ممتاز. إحنا كل ما نتحدث عن إنه هو بيمشي في مستوى عالي، في النهاية بنلقى إنه في تذبذب في المستويات، وده صراحة ما مؤشر إيجابي لتطور الدوري الممتاز وقوته. ولكن أنا في رأيي نتيجة طبيعية. الهلال طبعا عنده إمكانيات أكبر من أهلي مروي، كان يمكن لأهلي مروي أن يكون أفضل، ولكن هذا لم يحدث. واضح انه جهاز الفني لم يوفق، حتى الفرص اللي لقاها الاهلي مروي ما كان استفاد منها. شفنا اهلي مروي اداء مغاير في المباراه الماضيه، شفناه تعادل امام هلال الابيض في الابيض، قدم مباراه جيده، ولكن عاد مقدمه اللي التعثر. الهلال طبعا متصدر زي ما ذكرنا، وهو ينبغي ان يكون في اعداد متواصل من مباريات تجارب قويه، وهو مقبل على مباريات الابطال في دوري ابطال افريقيا. نعم، نذهب مباشرة إلى الفوز الذي ذكرته للأهلي شندي بنتيجة عريضة على الرابطة كوستي 5 أهداف دون مقابل. نعم، هي طبعا نتيجة أنا أخليها ثقيلة جدا، ويعني تدقنا وسط الخطر في نادي الأهلي، عفوا نادي الرابطة كوستي، ودي دعوة للمسؤولين لتدارك الأمر قبل فوات الأمانة. الدوري الممتاز طبعا هو لسه الآن في الأسبوع السابع، ولكن المؤشر الآن حول أداء الرابطة كوستي لا يبشر بالخير. يعني الرابطة يمكن الآن من 7 مباريات عندها 5 نقاط فقط، فوز مره واحده وتعادلين، والبقيه مباريات خساره، وده ما ماشي ايجابي. الرابطه طبعا تاثر انا في رايي كثيرا بغياب المدرب محمد طيب مورينو اللي غادر الدكه الفنيه، في حديث حول استغالته، في حديث حول اغالته، في حديث حول مشاكل، وده دائما بيكون هو السبب في انه الفريق يخسر. يعني الاستقرار الفني مهم، ودي دعوه لكل الاداريين في السودان والانديه لضروره المحافظه على المدربين، حتى المدربين ضروره المحافظه على العقود من أجل تطوير الكرة السودانية، من أجل قوة الدوري الممتاز. يعني المنافسات ما بتقام بهذه الطريقة، كله يعني نسمع عن كل مدرب في أسبوع أسبوعين ثلاثة بيكون في مدرب ثاني مسألة ما يعني أصلا ما مبشرة ولا تؤتي كلها. يعني أنت عايز تبني فريق، عايز تبني منظومة، ينبغي أن تحافظ على المدرب، وينبغي على المدرب أن يكون حريص على المحافظة على موقعه في مع النادي. الاهلي شندي قدم مباراه مميزه، واضح انه البصمه التدريبيه للكابتن محمد عبد الله مازدا وضحت
وان كان انا ما بشوف الرابطه كوسي مع احترامنا وتقديري له هو مقياس الاهلي فريق كبير عنده امكانيات كبيره ومعظم لاعبين من اللاعبين الشباب يا حسام يعني انت لاحظ انه اهلي سندي يمكن متوسط الاعمار يمكن بين 21 ل 25 او 26 دي حقيقه دي ميزه جيده دائما عشان دي بيعود الناس انه بيكون يعني مبرز في شيء مختلف عن الانديه الثانيه وانا خلال عشان الفريق محترمه جدا ولو وجد جماهيريه هو الان في رايي ما يقول عشان دي هو الجماهيريه يعني هلال من الرياض تفوق على عشان دي من خلال الجماهيريه الكبيره من خلال الزخم الاعلامي الكبير ولكن عشان دي اذا وجد اعلام ضخم اعلامي زي الاهلي الهلال ممكن يكون منافس قوي جدا للانديه الهلال والمريخ في الدوري الممتاز وانا والله دائما اتمنى اقول انه يكون في فريق في الدوري الممتاز يحاول ان يغير خارطه الدوري السوداني من خلال الفوز بالبطوله طبعا عشان دي عشان ما نظلم وفاز مره واحده بكاس السودان ولم يستطيع حتى الان الفوز بالدوري ولكن في النهايه خلاصه الامر انه الرابطه الكوستي خلينا نقول في خطر واهلي شندي في تطور مستمر اهلي شندي كاتلتيكو يعني ريال برشلونه واتلتيكو نعم يحاكي هذا نتكلم عن الديربي ده زي ما ذكر حسام قراءتك في ملف الفريقين ديربي عبره نعم امل والاهلي طبعا عبره دخل فيها فريق ثالث اللي هو الفلاح فلاح نعم الفلاح هو من منطقه كنور في عبره ايضا اضافه دوري ممتاز اهلي عبره طبعا فريق عادل الممتاز وهو يطمح في انه يكون متواجد يعني اهلي عبره هذه المره على الرغم من انه هو الان في خطر ايضا هو في المركز الاخير في الفتره الماضيه يعني كان في خلاف حول الجهاز الفني الجهاز الفني غادر ويمكن المجلس الاداره او راعي الفريق حسن عبد السلام يعني تم التعاقد مع مدرب جديد مدرب شاب هو المدرب ايمن حسن ايمن حسن هو معروف في ايمن حسن دامبا هو من المدربين الشباب كان قادر كويت وغاد مريخ العلفول للمجموعات وهو مدرب من المدربين الطموحين الشباب الان يقود الاهلي عبره في مهمه صعبه جدا اول مباراه له في عبره امام الامل الفريق يعني الامل اليوم اذا فاز سيكون متصدر للدوري ب 14 نقطه لانه حاليا عنده 11 نقطه هو بيضم مدربين ولكن دائما ديربي عبره فيه اثاره فيه قوه وفيه حماس كبير خاصه وانه الجمهور ياتي بكثافه ليشجع الفريقين يعني سواء كان من الاهلي او من الامل اتوقع انها تكون مباراه مثيره جدا وقويه بين الفريقين كفه يعني من واقع الحال كفه الامل هي الارجح لان الامل يمكن تاريخيا اقوى وحتى فنيا اقوى ولكن في النهايه كره القدم تعمل يعني تفصل او يعني بتكون داخل الملعب 90 دقيقه بعد ذاك الناس بتشوف من هو الفائز ولكن اليوم مباراه قويه جدا في ديربي عبره. طيب نذهب الى لقاء ايضا مهم دوله المريخ القادمه واستعداده للسلاطين. نعم طبعا المريخ المباراه فاتت فاز بعد تعثر امام حي الوادي ثم تعادل امام حي العرب في ملعبه واضح انه تغيير المدرب او ثم خساره ايضا. نعم هي خساره ما هو نحن قلنا تعثر هو الخساره يا حسام انا اقصد انه التعثر هو الخساره عفوا بهدف امام الحي الوادي ثم تعثر اخر اقل يعني امام التعادل في ملعب المريخ امام حي العرب نعم. المدرب طبعا تم خلينا نقول اعفائه بطريقه غير مباشره عودته للخرطوم مدرب الجزائري آية عبد الملك واضح انه في خلافات بين مجلس الاداره حول طريقه المدرب يتحدثون عن انه حاد جدا لا يستطيع التعاون مع اللاعبين بصوره مطلوبه يحاول ان يفرض الانضباط بالقوه يعني وهذا الامر لم يعجب امام مجلس الاداره حتى واضح انه في حديث حول المدرب لم يقدم الشيء الفني المطلوب وان كان الفتره ليست كافيه للحكم عليه ولكن هو مدرب اجنبي طبعا يحتاج وقت ولكن هذا راي مجلس الاداره طبعا شيء طبيعي لما تغير المدرب نفسيا اللاعبين بيكونوا في وضع افضل يعني واضح انه جمال ابو عنجه استطاع انه يوظف اللاعبين شفنا حركه يعني حره جدا للاعب محمد حامد التش في المباراه وتسبب شفناه في اكثر في الهدف في ضربه الجزاء في هدف ثاني شفناه ايضا حركته كانت كبيره جدا خصوصا رمضان عجب بعود الهجوم في تغييرات في شكل الفريق اتت اكلها ولكن المباراه انا ما اتخيل هي حكم على جمال ابو عنجه لانه المباراه تاتي الاولى بعد تغيير المدرب بمباراه يعني ناحيه نفسيا الفريق بيفوز المباراه القادمه اللي هي بعد بكره او اليوم الاثنين بعد غد الاربعاء هي المباراه المهمه جدا امام المريخ الفاشل الفريق الصعب جدا طبعا الفاشل ليس في الفريق يعني احنا ما بنقول هو فريق سهل ولكن قوته ليس من قوه المريخ الفاشل الفريق اللي يعني بيواجه دائما في الدوري طبعا الفاشل صعد الممتاز وهبط الان عاد وحكيت هو بيحاول انه يثبت الممتاز ولكن مباراه المريخ امام المريخ الفاشل تبقى هي المهمه وهي المحك حقيقي للمدرب واتوقع انه تكون مباراه قويه بين الفريقين وهي اللي بتوري يعني صراحه احنا ما بنحكم على جمال ابو عنجه من المباراه لكن بتوري
هل ابو عنده قادر على انه يقود المريخ بطريقه صحيحه ام لا في المباراه الجايه ان شاء الله؟ عوض العباد الصحفي والمحلل الرياضي ومحلل النوافذ الرياضيه من خلال صباح الشروق، شكرا على الاضاءه اللي قدمتها، كثر خير. شكرا جزيلا. شكرا لك، نتمنى نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه لمناقشه مزيد من القضايا والاخبار المهمه. وصلنا بكم الى ختام صباح الشروق لهذا اليوم، دائما نقول تقبلوا تحيا فريق العمل لهذا اليوم، وبكل تاكيد سعيدنا ونحن ننقل لكم هذا المجهود الجبار لكل الزملاء. شكرا حمزه. كثر خيرك يا حسام، بكره نلتقي باذن الله تعالى في رعايه الرحيم. السلام.